راه كل شيء داز عنده المشاكل، كل شيء عنده المشاكل. واه فلوس فلوس الفلوس خرجات عليهم، ولاو كرشهم كبرات، كرشهم كبرات بزاف، ولاو باغين ما فين، باغين يطيروا، باغين يوصلوا يشدوا صافي السما هذاك بيديهم. الضبي، صافي هذاك الزغبيط نيزار جاني نطحية في داك الشيء وحق الله هذا ضحكوا عليه هذاك مسكين. نقول لك اللي كاين، هذاك ما رابح فلوس، ما داير والو، سليب واحد وسروال واحد وتيشيرت واحد اللي كيدور بهم. انا رجال عندي، راكم شفتوا، راه شفتوا في لي فيديو، انا كنت كنديه كنشري له، شريت له سليبات والتقاشر والسراول باش يبدل. هذاك كتحطيه بحال شي امانه، تحطيه هنا تما يبقى، ما يقول لك لا في الجوع، لا بغيت، لا حطي، لا حطي فلوس قدامه ما يهزهمش، تعطيه ما يبغيش ياخذ الفلوس. هذاك كيبغي غير البيض، يبغي غير علاش ليفي. تزوجاتو؟ نعم، علاش تزوجاتو نادا؟ ودابا نادا شنو وقع بيناتهم، كيفاش تتزوجوا؟ السلام عليكم منير، كيفاش تتزوجوا؟ دابا هما كانوا دايرين بوز، وكل شيء كان حافلة عينين عليهم، والناس أوه. كتهضر عليهم بزاف، وكيفاش هتجوج، كيفاش في لي زوتيل، كيفاش هتجوج، ولاو ناضوا لهم جمعيات وناضوا لهم الناس، فهمتوا؟ خد كبسوا شويه، الله يكبر بيكم. هما داروا راسهم تزوجوا، كانوا عقلت واحد المره، كانوا داروا براسهم مرة بارزه وديك الشيء، وكان معاهم ولد الشينويه، وكانوا في مكناس، تحطوا في امر الواقع، كان اما خصهم فعلا يمشيو يديروا كارت زواج، ولا كانوا غيتشدوا في الحبس، فهمت؟ بالفساد لان كانوا كيباتوا في نفس الدار، كانوا كيبانوا معانقين، كانوا كانوا معاهم شكو هذوك الايام ياكي كان كيكونوا معاهم حتى دوك جوج كلاب، فهمتي؟ فهمتك دونك في واحد اللحظه كان بزز منهم خصهم يتزوجوا، ولا ما يمكنش يكملوا في ديك البوز ديالهم، لان قلت لك ناضوا لهم فاش دخلوا عليهم البوليس. عقلت يا سناء في مكناس، برافو. دونك صح كنت سمعتو صافي من تحطوا في امر البوليس الواقع، بزز منهم خصهم يتزوجوا. هذاك ما كانش زواج، راه كان زواج على البوز، ما كاين لا زواج مسكين للصحه، ما من الزواج داك ما تخرجش نزار البيت. كان يلعبها صافي خصهم يتزوجوا باش ناخذ ونعطيو عاد معاه نجلس انا كي قلتي نتعاطى يا معاه ربي. وطيح منينا شيلو نيشان نوريه انا اش كنسوى شي انا راه عرفتي اش كنتعاطف مع نادا، واخا هكا كنتعاطف معاه، واخا هي مسيميمه، واخا كتضرب من التحت للتحت، واخا كتفيها شي فعايل ديال، وكانت كنبقى، واخا كان بعض المرات كنحقد عليها، وكنقول اش دارت لي، اش دارت لي، كنتفكر ديك الشيء اللي دارت لي، وكنعاود نرجع وكنقول الله معليش، يسامحك ملي كانت كتكون في دنيا دابا ما دنيا بقاولهاش انا الحبس لان عندها بنيته صغيره بقات فينا وقات شي دنيا ما انا يمكنش نادا يبقاو فينا اختي عاوتاني صوفيا، حيت اي وحده عندها بنتها شوف ولا عندها دنيا تبقى فينا، وبنادم داير جرائم. وسمعي انا نادا كنعرفها من 2017 والله حتى ترى مسكينه غير كيجروها هي ماشي، شوفي هي راه ظريفه، ماشي طيبه ما عرفتش كيفاش غنشرحها لكم اختي. شوفي بنادم ملي كيكبر راه ماشي دريه صغيره، راه انا بالنسبه لي البنت ان فاك تعرفت تهز حاشاكم بهذا لو تيرم هذا، رجليها ووالده وكل شيء، بالنسبه لي ما كتبقاش صغيره، كتولي أنا مرا من بالنسبه لي. صغيرة أنا ونادر في نفس العمر في نفس العمر، شو تبارك الله انت كما كيفاش ثقيله، وكيفاش كتوزني هضرتك، وكيفاش وشو هي. لا انا كنهضر على نادا، ما كنهضرش على نادا اللي كتبان لكم انا في السوشيال ميديا، انا كنهضر على ناديه مو ناديه، كنهضر لكم على نادا مور سلوكه في الواقع، كنهضر على نادا، ما كنهضرش على الصوره اللي كتبين لكم ولا داكشي اللي كتعطيكم، فهمتوا؟ وهي اكبر منك، هي عندها 25 سي فغي، وابا 25 تكون عندها حتى 16 عام، اوكي، وخا تكون عندها حتى 16 عام، لان الانسان اللي كيضرب وي وي جو سخي لا ماشي وبيني هذيك زاويه، بنادم اللي كيضرب عندنا الناس اللي السوشيال ميديا لا تديني للحبس الله ينعل دينا السوشيال ميديا وحق ربي المعبود الا كان بنادم غيمشي للحبس هكا واش من استفاده من هاد السوشيال ميديا شنو واحد خصو يرد على السوشيال ميديا اللي داتهم الحبس البنات راه ماشي السوشيال ميديا، راه السوشيال ميديا ما دارت لهم حتى شي حاجه، راه هما ماشي السوشيال ميديا، اوكي، لان السوشيال ميديا نقول لك درتي غلط ولا حطيتي في شي لايف. دابا هي دابا الاخر هذاك اللي كان ما مزوجش بيها صاحبها القديم جاب لها الشهاده بانك كذبات عليه النهار اللي قالت انه خطفها ياكي
هكا دابا هادوك جوج شهود منهم هذيك البنت الجيطه اللي كانت صاحبتها وي سليمه كانت صاحبتها وكانت ام ميم طون كانت صديقه قريبه ديال الزاكي ويا ما دار فيها الخير الزاكي الصراحه الله راه دوزات واحد المرضه كانت شاده الفراش عليكم السلام كانت شاده الفراش بوندون دي موا كانت ما بين الحياه والموت وقف معها وقفه ديال الرجال وكان كيمشي يدي لها الدواء ويديها للسبيطارات المشكل ديال البنادم بنادم ان فوا مره انا ما كنحملش ديك النوع ديال البشر اللي انا مره معاك مره مع عدوك مره معاك مره مع عدوك اصلا ما نبقاش نثق بديك الانسانه انا اللي راه هي مره معايا ومره مع عدويا ومره يعني راه في اي لحظه تقلب عليا فهمتي شنو بغيت نقول انا نادا كانت كتبقى فيا علاش راه نادا كانت كتجي كتبقى تبكي عليا عقلتي ديك الايام ابتسام شحال مره كنتي كتكوني معانا كانت كتبقى فيا عرفوا ديك المهم ابار هادشي كانت كتعاود ليا كانت تتبقى فيا انا كنت كنشوف نادا كواحد الطفله ما دوزاتش هي سي فغي ما دوزاتش الطفوله ديالها ما عاشتش الطفوله ديالها حيت تلاحت للزنقه وهي صغيره تكرفصات وهي صغيره سمحت فيها امها بالحق واش نادا هي الوحيده اللي وقع لها هادشي واش نادا هي الطفله الوحيده في المغرب كامل اللي سمحوا فيها والديها ولا تلاحت للزنقه وهي صغيره كاين اللي داز عليه ما اكثر منها هي تحمد الله بان دخلت للسوشيال ميديا وتعاطفوا معها الناس وقفوا معها ولات كتربح فلوس يعني راه نقدات راسها راه كاينين وحدين اخرين سي با ان غيزون سي با ان غيزون هذا ما كيسمحلكش بانك تكوني انت خايبه مع وحدين اخرين ولا تضحكي على وحدين اخرين ولا تاكلين فلوس ديال الناس فهمتي شنو بغيت نقول ربي يحلك واحد الباب اللي كتدخلي منها الفلوس بلا ما كتعبي بلا ما دونك بنادم يحمد الله يحمد الله وينسى انا ما بقاوش ديما عايشين بالماضي انا دازت عليا الدكاكه لا انا تحرمت من هادي من هادي الوغ انا نبرد ديك الشيء ونخوي ديك الشيء فوحدين اخرين تما يمكنش عائلته راه ماشي دري صغير راه كاينوض كيبقى يهضر ايوا ماشي دري صغير تما غيقولوا ماشي دري صغير اللي هما مسجونين غلط اللي دارو غلط اللي دارو اللي دارت نادا هي خرجت بعدا كانت كتصور فيديوهات في الدار مع داك الولد اللي دابا راجلها وهي كانت مازال ما خرج لها الطلاق هذا راه غلط كبير دارته انا ما فهمتش كيفاش ما انتبهتش على هادشي وعلاش ماما ما وقضاتها شوفي شوفي لو انا داك اللي غتقول ليهم انا ما كنتش عارفه انهم مريض عقل يعني العقل ديالو مريض ما كنتش عارفه انهم مريض كاين فيديو يتبت ابتسام كاين فيديو بان مو كتقول لها راه ولدي مريض راه ولدي هذيك كتقول لها معليش كاين فيديوهات وكاين ما عرفتش انا كوجاو عليا يتسامحوا كاملين ويخرجوا يهنيونا ويهنيو يهنيو راسهم حتى هما ما يقدروش على هادشي الاخر قال لك تحكم عليه بست سنين واش بصح هذاك شو سميتو الزاكي حق الزاكي تضرب ست سنين بعيد على هادشي هذا تضرب ست سنين حيت القضيه واحده اخرى واحد القضيه كبيره عنده شي قضيه اخرى من غير هادشي ديال النادا اما لو تحكم صحابك ست سنين على هادشي ديال ندى وهادشي انا والله ما كنسول في خبارك ما كتجيبش كاع اخبار قبل لي على هادشي هذا كيفاش ها خو نزار شكرا بيضا السلام فين كي داير عليكم الاخوان كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا بخير بخير الله يحفظك ليا فاش كتبش عليك كرو بيضا صاحبي ما كتجيش كتبش ليا ماما تتعاود لي شي حاجه وكنسمع حاجه اخرى من بلاصه اخرى انا بين واش ولا فيك الدغل نكذب لا واخا روبيطه شوفي ما غاديش نقول شي حاجه انا غادي تحسب عليا والله ديما كنقول شوفي تكون كتسولوني على نزار نجاوبك على راسي وعينيا ساره الله يحفظك يلا اجي نبي فهمنا دابا شنو واقع دابا مرحبا فين وصلت دابا شنو دابا الناس كيسولوني على الاطراف الاخرين ما عنديش الحق نتكلم عليهم انا هذوك سولوني على نزار نجاوبكم على راسي وعينيا الاطراف الاخرين ما عنديش الحق نهضر عليهم ما عنديش الحق صباح نبقى ندوي عليهم صباح هضرت انا وياك ابل هضرنا غير على نزار لا سلام ولكن عندك فكره عامه تاع ما دويتش كنت شاكرو فيطا كاين شي ناس كيقولوا لي دابا علاش انت كتخبي علينا انا ما كنخبيش عليكم انا بالعكس انا ندوي لكم على اي موضوع وانما احلام صافا ونوم با دابا نزار شنو دابا التهم اللي تهمين نزار شنو التهم اللي محطوطه لنزار التشهير والسبقات تشهير لنادا المهم تشهير والسب والقذف هادشي اللي كاين لنادا
ندى ولا الزاكي؟ لا الزاكي اصلا ما عنده حتى شي علاقه بيني زعما احلام غصن على بورت ندى اللي دايره له التشهير والسب والقذف. الزاكي تحكم الزاكي تحكم بستة سنين على واحد المشكلة قديمة ماشي مشكلة جديدة. مشكلة الزاكي تحكم تقريبا بستة سنين على واحد المشكلة قديمة ما عندها حتى شي علاقة بهذا المشكل ديال الخميسات. الله يطلق الصراحة ويطلق الصراحة للجميع بقى فينا.